وطبعا معروف تاريخيا انه الانسان المصري دائما بيتعلق في لحظه الخط، بيتعلق بمنقذ، يعني بيبقى محتاج دائما الى انه تتمدله ايد، فهو كمان قادر على ان هو يمد ايده ايضا ويؤيد ويدعم من اجل. فانا قرات المشهد اليوم بهذا الشكل كانه تفويض جديد للمستقبل، وكانه 30 يونيو جديد في تعبير عميق عن انا كان في يعني ناس كتير بيتكلموا، خلاص الناس في السياسه والناس ما بتتكلمش في السياسه والناس اصلا سياسه، بس الخروج الكتير ده بيعبر على انه في وعي. وقد نظر للمساله من زاويه اخرى، انه ثمه ثقافه انتخابيه وثقافه سياسيه جديده بتتشكل في المجتمع المصري، وانه هذه الثقافه السياسيه او هذه الثقافه الانتخابيه، جدعنا نقولها بهذا الشكل، فيها وعي باهميه يعني ممارسه الحق، وانه كتير جدا من الناس بيقول لك ده، يعني حتى لما بنستمع الى وسائل الاعلام المختلفه والناس اللي بيعبروا بشكل او باخر عن لماذا ذهبوا الى الانتخابات، كل الناس بتجمع على حاجتين، انه ده حق لابد ان احنا نستخدمه، وهو في نفس الوقت واجب علينا ان احنا نشارك من اجل المسانده ومن اجل الدعم ومن اجل ان احنا نختار الشخص القادر على ان هو يقود المسيره في المستقبل وفي لحظه الخطر التي تعيشها المنطقه باسرها، يعني